هذا البرنامج برعاية رامي. رامي، جودة تستحق الثقة. Noti, hasta as por quem sonti, mas é com que sério eu vou passar por sonti. E de repente já fui tacariar, mal grei, mog de moia, volunti de que ser libariar. Pro reiadia, multi discipline, que o ed fiam fia fem, fia respeito nos atletas, fuk papi ou la ferrin. Abril mundial, mas de repente haka kahla me kudir. Parmalas, tele champion, charas que perder fed l'alam, fuk al podium, kulium, qual hedan, tan, kder de kun hakda. على درب الأبطال. مساء الخير مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في موعدكم الأسبوعي اللي تعودتوا عليه، درب الأبطال. انتم اللي كنتوا أوفياء لنا وتبعتوا 52 عدد من الحصة الرياضية لدرب الأبطال، تعرفتوا عليها على عدد كبير من الأبطال في مختلف التخصصات. يلا اكتشفوا سويا بعض اللقطات اللي اخترناها لكم، تابعوا معي. حصتنا ما كانتش محصورة غير في اكتشاف الأبطال، كذلك من الانترفيو اللي درناهم تمكننا من الحصول على تصريحات مثيرة. ما نطولش عليكم، يلا نكتشفوا كل هذا عبر الفيديو. بكل صراحة أعطيني الريزلت تاعك في 2016. أنا يا إن شاء الله يا ربي، أنا أوكرانيا خسرت معاهم، راني دايرة القلب باش نعاود نربحها، وإن شاء الله برومي واحد ما يديها. كيفاش راك تشوف المستوى الجزائري كيكوشينكا بارابول المستوى العالمي؟ هنا نقول لك حمزه، دروك حنا مانيش باغي نقول لك باش نمشي نشارك انا بطوله عالميه، غير باش نشارك. بارك الله حنا ماذا بينا نمشيو ان شاء الله باش نطلعوا لو درابو الجزائري، تما كاينه باش العلم تاع الجزائر وتمد صوره حقيقيه وجميله على هذه الرياضه هذه. شنو انا عليك كونديسيون تخصيبك؟ اسك في الجزائر المستوى اللي راك فيه المستوى العالي، راك في العشر الاول على المستوى العالمي، اسك لي كونديسيون اللي راك فيهم نقدروا نقولوا مكافيين باش بورعدا يكون بطل اولمبي او بطل عالمي من القدم؟ كل صراحه ما تقدرش، امبوسيبل. واش يخص فيها؟ يخص بزاف، يخصنا عن خاطتهم بالي وكل تول منديش يحوشوا على الميدال. هما ما يحوشوش على الصحة تاع الاتلات. ممكن انت بيت انت كيف انت؟ هما كانوا سير باللي كي تبارتيسيبي تدي ميدالية. فوالا. واش من ميدالية حصلت لي هذاك النهار؟ حصلت ميدالي دور. بصح تبيشيت منتم من هذاك اليوم تبيشيت. لعبتوا مع ليكيب ناسيونال تاع الامريكان؟ عندنا كوت ليكيب ناسيونال امريكان. وين لعبتوا؟ سمي لي البلدان. لعبنا في انديانابوليس. انديانابوليس شارك اول مشاركه تاعنا في بطوله عالميه، ما تنساش باللي راح تلعب بالامريكان، مش راح تلعب ضد فريق اوروبي. فريق اوروبي ماشي حاجه، مي كي تلعب فريق امريكي ديجا كره سله امريكيه تختلف على كره اوروبيه.
المومون ديفيسيل تاع حياتك وقتاش؟ والله العظيم في الدومين تاعي في السبور يعني 96 راتت لي جوز اولمبيك اللي حسنا نزلت طلعت فوق الحلبة وقالوا لي بلي خلاص لا بوكس و... الفرق ما بين 3 جينيراسيون حنا جينا قينا جينيراسيون دارت تضحيات بزاف لكرة اليد ما كانوش لي موايا هذاك الوقت كيما كان دوك الامكانيات والحوافز باسكو كاين غون ديفيرونس بين تلعب بوغ ريان وتلعب باش يكون مقابل جاب لي ربي تلعب بوغ ريان تقدر تمد كثر من لي دوكا كاين مقابل دخل دوكا دخلوا فيها شويه امكانيات ماديه دخلوا فيها الاموال نقصت هذاك الحب الرياضه دوك ولاو شويه فيها لي زانتيغي حاجه اللي راك تحوس عليها وشنو هي والله اني حاب ندي ميداليه نلعب شبه الانبيه هذا اللي نحب نحب ميداليه ذهبيه هذا هو الهدف تاعي انت واش درت باش لحقت سي با فاسيل جدد كون سيريو ونمشي بنيتي مع الناس ما الناس ما تما لي زونغلي تما ما يشوفنيش باللي جاي من الجزائر ولا شغل يشوفني باللي جاي مشي بنيتي وشبعان ماشي ما جيتش حدا جاي واش كاين عندك جيت باسكو حبيت السبور ديالي هذا ما كان ودائما نهضر على الجزائر حاجه مليحه في الجزائر كاين كلش ما نحكيش كاع لي ديفو تاع الجزائر ان سبورتيف كيما بحالك الله يبارك وانك تشوف المكانه تاعو في الرياضه الجزائريه يعني ولازم يكون بكل تواضع كل تواضع والله شوف انا هاد لا كيسيون وصلت لمرحله وين جو ملابوز ميم با علاش كاين مسؤولين وخليهم يدبروا لسانهم حبيت نعرف برك وشنو هو الدور اللي تقوم به هذه عندك طالع كبير انت بدايتها كانت في 2001 لانه صار لي حادث وهذا الحادث هذايا هو فقدان اخ اللي هو يوسف ربي يرحمه يوسف حماد الاخ تاع عبد الرحمن حماد من هذاك النهار شغل في شغل في حياتي تبدلوا بزاف امور ومن هذاك النهار شغل اون ديسيدي انا وحماد اون ديسيدي باش نديروا امور في الامور الخيريه امور خيريه اللي راك فيها نقول في السكوتي حنا كما نقولوا بالزيريه تما دينا بريباراسيون عيان انا واحد دابا موفيز بريباراسيون هذه هي تاع 2014 مي الحمد لله حنا كلاعبين ومستاف معنا درنا عزيمه باش نديروا حاجه في البطوله هذه ودخلنا هي المباراه الاولى كنا متخوفين منها المباراه هذيك الحمد لله ربي وفقنا وفزنا بفارق كبير على كل حال العلاقه هي ساس ترافاي هي تجيب بالتمرن على كل يوم تتمرن مع الحصان ديالك تولي تعرفه يعرفك تو في دي زونترينمون سي ا بارتير دو لا سا سكري سيت كومبليسيتي Ce que nous demandons en tant qu'aïkidoka, on demande une chose, c'est d'être indépendant. يعني خليني نكون صريح معك. وش لقيت ليه؟ ما لقيتوش أنا. لا. كان بزاف صوالح. أنت راك تحضر ثم الاحتكاك يلعب دور وليد. كان الاحتكاك حاجة الأولى. صح. حاجة قتلنا مع أبطال العالم ولا حاجة مستوى عالي. كان عندهم قضية الطب يقولوا مساج صونا صوالح واحد ما عندهمش كيما عندنا حنايا صح كيفاش قدرتي توفقي ما بين الرياضة تاعك ما بين قرايتك ما بين الشهرة اللي راكي فيها دروكا كيفاش راكي تجيري في لا سيتياسيون تاعك؟ خاطرش دائما نبغي نتفوق عندي عقدة لما نكون في دراسة ولا في رياضة ولا نبغي نكون مع الأوائل اسكو لحقت راك حاب ولا مازال؟ مازال وراك حاب مازال 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 باسكو مدة تاع 10 سنين حنا كي نقول مدة بون مازال ما دخلناش 10 سنين انا في 9 سنين جميع واحد نهضر معاه يقول لي راك مليح في 9 سنين راك افونسي تاع 20 ولاية عندك لي كلوب عندك شارك في لي شامبيون دي موند شامبيون حوالي 24 صالة في الجي ولكن لو كان تتنحى شوية البيروقراطية اللي كاينة كنا نخدموا أكثر واش يخصك حمزة؟ خصنا شويه تربوزات خصنا شويه الاحتكاك مع لي زادفيرسير تاعنا دي زوروبيان انا ماشي بطل عالم لكن انا صانع الابطال عالم صانع ابطال عالم ولا قرب انت يعني سعاد مازال لحد الان ما شفناهاش في الالعاب الاولمبيه وما شفناهاش في اكبر المحافل الدوليه اللي هي بطوله العالم وعلاش هي سي فغي انا الحق كنت نلحق حتى نلحق باش ندير ميداي مي ما عنديش زهر كما يقولوا انتوما درتوا بطولة العالم بعدين الفواياج اللي خذيتوه والفواياج جابون اكثر من 15 ساعة طريق في الطيارة انا نموت خويا العزيز 15 ساعة دخل توصل لا بوزيغ دوا من داك تكومباطي حاجة صعيبة ديجا الفارق كاع كان عيان
انا كنت كشاك فوا كي يعطيني لي فيتامين كنت نقول له يا الدكتور ياك ما كانش مشكل يا اخي كلش راه مكونترولي يقول لي نو حنا المان احنا اوني دي جون سيريو ما كانش بروبليم هذه الا فيتامينات فقط ولكن من بعد واش صرا باللي صرا العكس يعني شيء اللي ما كناش نتوقعوه يعني صرا مام جميع واحد مام هذوك لي زوستراليان كاين دي زوستراليان ربحوا تور دو فرانس دي زاميريكان ربحوا تور دو فرانس هادو كيحبوا يديروا الفيلو يروحوا لوروب سانستالو لوروب ويجريو تماك صعب باش تروح تجري تما واش يخص هذيك هي لازم تروح تجري معاهم باش تتعلم الفيلو تاع الصح خاطر حنا في الجزائر صح عندنا فيلو تاعنا بصح نجريو على نوتر فاسون عندنا الفيلو تاعنا حنا لي كورس تاعنا حنا في الجزائر ما نعرفوش لو فري نيفو تما كي تروح تجري تما تولي تقول ما راناش نديرو الفيلو هنا في الجزائر في الجزائر كاين كاع الخير كاين انا مانيش ماديك مسؤول اللي يتخبى ما كاش مسؤول ما كاش امكانيات ما كاش كذا كاين كاع الخير مي في الكونغ فو شغل نادرا باش تلقى طفله دير كونغ فو وعلاه سي عندنا باسكو نقول حنا عندنا بنات يمارسوا هذه الرياضه صح. برك نقص الاعلام لهاد الرياضه هاد النقطه السوداء اللي هي الالعاب العربيه 2011 اللي انا parmi الناس اللي ديفلوبات الرياضه تاع كره الجرس صح وشوي لمير اتاكون في لافريك ماشي في الجزائري اللي هذا الانترينور تاع الفريق الوطني قساني ما رحتش الالعاب العربيه كيما رحت انايا الفريق ما تحصلش على الميداليه الذهبيه في الالعاب العربيه إيه تحصل على الميداليه الفضيه بالنسبه للتنس الجزائري واش يخص باش نكونوا لاعب على مستوى العالي لازم داك المشعد كيما كاين نفتحوها للاعبين ويكون عندنا ان سونتر دونطريمون للاعبين اللي يكونوا ملاح في الجزائر ونجيبوهم ناخذوهم اون شارج يباتوهم الكام يسونغران يقراو التم كيما في البلدان الاوروبيه كي لكم خطره جاوني كوبل فرنسي جاوني سي دي فيو باك 76 هكذاك 77 سنه 78 سنه جاوني ودخلتهم البحر سي دي فيو صغار يعني قلال قلت لهم نو هما سي دي فيو بلونجور صح يعرفوا الجزائر من بكري وجاو بلونجاو كي خرجوا ديتو ما كان شويه نقي باش ما يشوفوش على كل حال اسمو وكي خرجوا فاسيني يعني ابلوي يعني خرجوا معجبين درجه عظيمه حتى قالوا لي بوزافي ام بي مانيفيك رحت وحدي اسم بلا مدرب ولا رحت وحدي تحصلت على الميداليه هذه وماشي سهله بزاف واعره سورتو مع لي جابوني وهذه ثاني غران بري دو باري حصلت على مرتبه برونزيه في دوره باريس عملوا كل شيء باش يخرجونا من الطريق باش والحمد لله فزنا عليهم وحطمنا ثلاث ارقام قياسيه عالميه وفدنا رايه جزائريه في ستوكهولم سي با فيني مازال عندي بوكو لي زوبجيكتيف عندي en fait trois objectifs principaux pour le moment. Les Jeux Olympiques, هذا c'est l'objectif principal avant tout. هذا كاع les athlètes normalement. Exactement. Mais عندي aussi d'ici deux ans le titre africain senior. Le titre canadien senior parce que مازال ما ديتو. Ou ثاني نكون في الكلاسمون top 16 mondial. تحقر dans une discipline وين شغل هذاك دير دايوغ لو جوج اللي ما اكسبليكي اللي هو جبدني وقال لي يا بايا مسرقوك ستادير يا فيان جو سود افريكان طيب دخل شاف ديليغاسيون دخلوا كاع انا غير درت لونترينور تاعي قلت له ها واش كاين يا ودي الاخرى زادوا لها متر سيتي ان متر صح باسكو انا واش قلت لهم انا قلت لهم هادي اللي ربحتني وين كانت شوبانا دي موند انا كنت هبطت من شوبانا دي موند يا في اوكين افريكان في الكونكور جوستومون باش يولي هذه الرياضه معروفه في الجزائر واش لازم باش تطوروا هذه الرياضه يخص لي زونترينور سيرتو نديرو فيهم ثقة و سيرتو لي زونسيان شامبيون اللي عندهم ليكسبيريونس في الخارج داروا كومبيتيسيون انترناسيونال نعطيو لهم لا شونس يبينوا روحهم في اوتون كونترينر ان شاء الله من القدام كي تلحق 18 ولا 19 سنة نقدروا نشوفوك في رولون غاروس ان شاء الله هذه هي يعني نخدم كل يوم كاع لي تورنوا اللي نديرهم هما باش نلحق لهاد باش تقدري ان جور ان شاء الله تقدري تبارتيسيبي في رولون غاروس وان شاء الله بوركوا با نربحو لا بروفراك جيت من فرنسا على جال هنا انا كنت سمحت واحد الحاجه عندك برنامج حبيت تقوم فيه هنا في الجزائر وبارال قلت واحد الحاجه قلت له كان البرنامج هذا ما يصدقليش ولا ما نلحقش وراني حاب نعاود نغادر الجزائر ونروح لفرنسا هذا مشروع هذه منذ سنوات خمم فيه ولما حاب نبني فيه باش يكون عندنا الاكاديميه تاع السباحه بفريق بالمسبح تاعنا بكل طاقم التقني من البرنامج هذا راك دير فيه خلاص رانا انا ان شاء الله
السلطات المحليه هنا في وهران بدات تسهلنا في هذا المشروع. يعني قعدنا عندنا ان شاء الله هنا بروش ما انا متفائلين هذه الايام ان شاء الله هذا يكون الجزائريين يحبوا اكثر من فرنسا. لا بصح انا نحب الجزائر اكثر من فرنسا. انا هذه القرب تاعك من الجمعيات الخيريه ومن ذوي الاحتياجات اكيد كاين سبه اللي خلاتك تكوني معاهم. فانا لما كنت رياضيه يعني جي في درت 6 عمليات جراحيه وهذا الشيء لزمني باش يعني نقعد اولي في الفراش يعني وقت طويل. ولما كنت نمر بهذيك المراحل الصعبه خممت انا خممت قلت هاد الناس اللي عندهم اعاقه مدى الحياه لازم نروح ندير لهم حاجه لما نبرى عاهد ربي كما يقولوا. هذه التسريحات كانت مرفوقه بلحظات خاصه لتكشف جانب شخصيه كل رياضي مر معنا بالحصه الرياضيه لضرب الابطال، وهذه اللحظات راح تشوفوها لاول مره في الحصه تاعنا. بدون اطاله تبع معنا. السلام عليكم من جديد. السلام عليكم من جديد. ضرب الأبطال ضرب لكم موعد مع الجالية الجزائرية. عاود. السلام عليكم من جديد. ضرب الأبطال ضرب لكم موعد مع الرياضة الجزائرية. خاعبك بزاف. ترنا الأسبوع القادم مع رياضة واحدة أخرى وبطل واحد آخر ما تنساش. انت تضغط صراحه كاني معاك يعني كيما دار عبد الملك سلاحجي تواصلوا معانا عرب صف ما تنساش مزاج بك البطل تاع اليوم هو من طرق ابواب التتويجات على مستوى الوطني في هذه الفئه ولنا الحظ اعزائي المشاهدين ان قدرنا نتلاقاو بهذا الملك. واسم الاكسبير اللي يهضر عليه؟ خانيار. والاكسبير اللي راهو حاليا دوكا؟ الاكسبير اللي راهو هنا حاليا او كيف الاكسبير؟ ما نعرف اسمه هذاك. عادي. امانه روح امانه روح هيك هيك ولا اسمه هنا الفرونت انا ريح هيك ريح هيك ريح لا فاصل هذيك هي هاي لا بقيت نعاودو نوفي حاجه بخمم لازم نهضر في العقل باش تكون فاهم هذا وانا هضر في قريبيا اقلا تضرب كاباتشينو خير هلا كاباتشينو ديري ماكياج رجع 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 الضيف تاع اليوم الاختصاص يتمناو له مشوار كبير وغلطته وما كاش من هذه كاع عاود خلاص ضرب الابطال هو قلت له شرب عجبو راه غير يشرب نار بنين عبر صفحة الفيسبوك اللي راهي تظهر اسفل الشاشة انا حبيت جولي روندو هوماج البريزيدون دابي سي ديالنا لاسوسياسيون كيفاش ركبوها واش نقول لهم؟ نقول لهم سالي على بالي بزاف عندي بزاف المشجعين تاوعي ان شاء الله ونتمنى ان شاء الله كامل يديروا سبور يديروا سبور وحاجه مليحه يعني سبور ماشي لازم باش يكون برك شامبيون ولا مي باش مليحه سبور باش يديروا سبور قبل نهاية عدد اليوم شكر خاص إلى كل مشاهدينا الكرام اللي كانوا أوفياء البرنامج تاعنا كذلك نشكر قناة النهار اللي أعطتنا الفرصة بلا ما ننسى كذلك الراعي الرسمي لهذه الحصة اللي هي شركة ترامي
نقول لكم انتظرونا ان شاء الله في ايام القليله القادمه مع برامج اخرى. كان معكم حمزه عثماني، تقبلوا تحياتنا، دمتم في رعايه الله وحفظه، سلام. هذا البرنامج برعاية رامي. رامي، جودة تستحق الثقة.